مساء الخير وأهلا بحضراتكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم أهل بلدنا، حيث وصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية وتوعوية لخدمة أهالينا الأكثر احتياجا في كل ربوع مصر. بنذكر حضراتكم أنكم تقدروا تبعتوا لنا على رقم البرنامج على واتساب اللي حيظهر أمام حضراتكم على الشاشة. الرقم هو 012-11-07-884. ابعتوا لنا كل استفساراتكم ومطالبكم علشان نوصلها للمسؤولين في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، واللي قطعا هيستجيبوا لها في أسرع وقت. ونبدأ حلقتنا مع حضراتكم النهاردة من الجسر البري المتواصل للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء في غزة، جهود يومية متواصلة من مؤسسات التحالف لتجهيز وتعبئة المساعدات والتأكد من وصولها بأمان إلى قطاع غزة. المزيد في التقرير التالي. العمليات الجراحية ده غير طبعا الاهتمام بأساسيات المعيشة زي البطاطين، وده لمراعاة برودة الجو. بنشارك بشاحننا من المستلزمات الصحية لأهلنا في غزة، بنحاول ان احنا نركز على القطاع الطبي علشان هو الأكثر تضررا في القطاع. المرة دي قدرنا نزود أكتر وجبنا ترلتين كبار فيها، زودنا البند الطبي وزودنا البنود التدفئة، زودنا البند الغذائي. دي أول قافلة لينا مساعدات لأهلنا في غزة. القافلة طالعة فيها كراتين مواد غذائية وفيها كراتين مياه وفيها بامبرز وفيها لبن أطفال وفيها كمان بطاطين. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نفذ مراحل كتيرة من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة لأهالي قطاع غزة، ووصلنا لمرحلة عبارة عن مد جسر بري متواصل من المساعدات بشكل يومي، وده بيعكس جزء من الدور اللي بتقوم به مصر تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق. ونروح مع حضراتكم لمدينة طنطا، حيث نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي النسخة الثالثة من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز لاستعراض النجاحات التي حققتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في محافظة الغربية، فضلا عن تشجيع مؤسسات التحالف للمواطنين للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل. نشاهد. دي المحطة الثالثة لمؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز بمحافظة الغربية، واللي بينظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، واللي تم فيه استعراض كافة الإنجازات اللي حققتها الدولة المصرية داخل محافظات الجمهورية منها محافظة الغربية، ده بالإضافة للتأكيد على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصري. تحدثنا عن القضية الفلسطينية
وعن احنا وقفنا مع فخامه الرئيس وخلف فخامه الرئيس في تأسيسه في موقفه القوي والشجاع والحكيم. تحدثنا فيه جميعا عن ما تم انجازه من سنه 14 حتى سنه 23. حكايه وطن في البنيه الاساسيه، في التنميه البشريه، في المرافق، في الخدمات. فعاليات المؤتمر تناولت الحديث عن الانجازات اللي تمت في المحافظه واللي بتقدمه مؤسسات التحالف وكياناته من دعم كبير للمحافظة على كافة الأصعدة، وده على مستوى عدد كبير من المشروعات القومية بكافة قطاعات المحافظة، ده غير توعية المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم. احنا محتاجين جدا زيادة الوعي في الفترة القادمة، زيادة الوعي بخصوص مشاكلنا والخارجية والداخلية وما يحدث حولنا، لأن طبعا احنا مش عايزين نقول دايما ان احنا مستهدفين، لا فعلا المنطقة مستهدفة زي ما حضرتك بتشوف بالتغيرات السريعة جدا اللي بتحصل. حكاية وطن نسخته الاولى انطلقت من محافظة المنيا ومنها الى محافظة البحيرة لحد ما وصل الى محافظة الغربية، وده بيعكس الدور الفعال للتحالف الوطني واللي بيهدف الى تعميق العمل الاهلي وتنمية المجتمع وتحقيق الجهود الفردية والجماعية لاحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع اجهزة الدولة المعنية. بعد 17 عاما من الحياة بدون مياه وصلها التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي لمنزل عم منصور في محافظة اسيوط لتنهي معاناته وأسرته للحصول على مياه الشرب النقية. كاميرا برنامج أهل بلدنا سجلت فرحة عم منصور وأسرته بعد معاناة استمرت لفترة طويلة جدا. التفاصيل في التقرير التالي. بالجيران ويملى ميه من عندهم. هو اصعب موقف كنا محتاجين ميه في الليل. بالليل خالص العيال صحيوا وقالوا عايزين نشرب ميه. فكانت الميه عندنا احنا شويه قليلين في الدركه. شويه قليلين خالص يعني، بس هي تعبانين. فجينا ندور على ميه في الليل ما لقيناش ميه. خبطنا على الجيران راح عاطينا شويه ميه. في الليل ده اصعب حاجه خلت الانسان يحس بقيمه الميه. لمجرد انه سمع عن جمعية الأرمان احدى كيانات التحالف الوطني جرب انه يقدم طلب بتوصيل وصلة مياه، وما كانش متوقع اطلاقا انه ممكن يلاقي حد يسمع لصوته ويوصل له مياه. جينا قدمنا في المؤسسة بتاعت الأرمان تمام، فجو يعني بعدها باسبوع او باسبوعين جو عاين عندنا هنا. فقرض ابيض طلباتك حد بترم، والله احنا ما عايزينش غير المية. اهم حاجة المية عندنا لان احنا محتاجين المياه. انا هو اكثر يعني هي بمعنى اصح المياه دي تساعدك على اي حاجه، ان انت تعيش انت وعيالك وتمام، ما تبقاش محتاج اي حاجه من بعض. بسرعة للاقي جمعية الأرمان بتلبي طلبه وتبدأ في تحقيق أمنية من أمنياته، لدرجة إن أطفاله مش مصدقين اللي بيحصل وواقفين متفاجئين بشيء غاب عن نظرهم لمدة 17 سنة. لكن الأمر في التحالف الوطني كان واقعي، والدليل هو دخول المية لبيت عم منصور وفرحة تنور عيلته من تاني. وصلت لهم بمساعدة الناس الكويسة، مساعدة الناس الكويسة هي اللي وصلتنا ليهم. وقرد لهم ان شاء الله تقدم لك ويجيبوا لك الميه. وكانت اكبر فرحه واحسن فرحه اللي هي حكايه الميه، مشهوره ميه ان هم يجيبوا لنا الميه لحد هنا. هو دي طبعا اكبر فرحه واحسن حاجه. وصاروا بصح العيال كلهم ما راحوش المدرسه النهارده وممثلين ان انت تيجي توصل لهم الميه. مش اول ولا اخر قصه هتسمعوها عن عمل خيري بيقوم بيه التحالف الوطني في كل مكان في مصر، وكل يوم هتشوفوا قصه جديده عن دور خيري مختلف بتعمله المؤسسات الأهلية التنموية علشان تفرح كل الأهالي الأكثر احتياجا في كل المحافظات المصرية. ومن
من أسيوط هنروح مع حضراتكم لمحافظة كفر الشيخ، حيث سلم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إحدى الأسر المستحقة غسالة وبوتاجاز، مما أدخل الفرحة لقلب السيدة أحلام. كاميرا أهل بلدنا تواجدت في موقع الحدث ونقلت لحضراتكم فرحة السيدة أحلام، نشاهد. أنا بصراحة يعني مش عارفة أقول إيه، أنا فرحانة جدا بالحاجات اللي جت أولا. كانت عيشتي وظروفي صعبة جدا جدا. أنا بتمناهم إن هم يساعدوني. بخطوات مليانة خير وحب وأمل بيوصل شباب جمعية رسالة، واحدة من كيانات التحالف الوطني، لبيت السيدة أحلام بدوي اللي بتسكن في بيت متواضع بقرية طولنباط التابعة لمحافظة كفر الشيخ، وده بعد معاناتها فترة طويلة لعدم قدرتها على شراء بعض الأجهزة الأساسية لبيتها. أنا جوزي مريض سرطان كبد وقاعد في البيت ما بيشتغلش، وأنا عنده سكر وضغط، وعندي عروسة بنتي مخطوبة وهتتجوز بعد العيد إن شاء الله، فأنا الظروف عندي والحالة عندي صعبة جدا. فهم قولي من فترة جمعية رسالة، قولي من فترة قالوا لي أنت عايزة إيه؟ قلت لهم أنا عايزة غسالة لأني بغسل على إيدي وبتجاز، والحمد لله هم جابوهم والحمد لله يا رب، أنا فرحانة جدا بهم. وبعد إجراء الدراسات الميدانية على الحالات المستحقة، قرر التحالف الوطني أنه يحقق حلم السيدة أحلام بتوفير الأجهزة اللي محتاجاها وكمان توصيلها داخل البيت عشان تساعدها تعيش حياة كريمة هي وأسرتها. الأمر اللي حرصت من خلاله السيدة أحلام بتوجيه الشكر لكل الأيادي اللي مدت ليها أيادي الخير. بصراحة أنا فرحان لأن ما عادش هغسل على إيدي تاني، وبعدين الشتاء داخل كمان، فالدنيا النهاردة مساعدة الحمد لله يا رب. أنا بشكرهم جدا، أولا الرئيس عبد الفتاح السيسي وجمعية رسالة والتحالف الوطني. وصول الدعم لأهالينا الأولى بالرعاية داخل منازلهم هدف بيحرص عليه التحالف الوطني من خلال طرق الأبواب عن طريق خلية نحل من المتطوعين اللي بيشتغلوا بكامل طاقتهم وبكل سعادة. وبعد هذا الفاصل هنروح مع حضراتكم لمحافظة المنيا، حيث ينفذ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مشروع طموح جدا لتطوير منازل إحدى القرى وتسقيفها وتوفير الخدمات الأساسية فيها بعدما عاش أهاليها لسنوات طويلة في أوضاع صعبة جدا. مشاهدينا ابقوا معنا. كتف بكتف، ده الشعار اللي بيستمد منه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي القوة لخدمة أهالينا في كل ربوع مصر. وطبعا زي ما بنشير دائما ليس مجرد شعار. النهاردة جمعية الأرمان إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في قرية التبينات بمحافظة المنيا عروس الصعيد، بتم هنا رفع كفاءة 25 منزل لضمان سكن آمن وكريم. مشاهدي أهل بلدنا تابعوا. مشاهدينا ولقائنا الآن مع الأستاذ ضياء أنور مدير جمعية الأرمان بمحافظة المنيا عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. أهلا بك يا أستاذ ضياء. أهلا بحضرتك يا أستاذ سماء ونورتي المنيا فعلا. طيب النهاردة عايز أعرف بقى الخدمات اللي بتقدم لأهل بلدنا في محافظة المنيا تحديدا هنا في قرية التبينات. عايز أعرف بقى يعني الموضوع ده العملية كلها أخذت وقت قد إيه، كيفية بحث الحالات، كم بيت النهاردة بيتم رفع كفاءته؟ النهاردة احنا موجودين في قرية التبينات مركز العيدوة محافظة المنيا.
بنستهدف إعادة تأهيل 25 منزل تم اختيارهم بالتعاون بين جمعية الأورمان مع مديرية التضامن بالمنيا. بيتم عمل سيرش أو بحث ميداني للبيوت أو للمنازل، بنختار المنازل الأكثر استحقاقا سواء من الأرامل أو من المطلقات أو من محدودي الدخل. بعد كده بنبدأ نشتغل على مراحل إعادة التأهيل من تعلية المباني واستكمال المباني لتركيب سقف من عرق ولوح وبلكاش بالكامل إلى تركيب النجارة وتغييرها، وده بيبقى على مساحة 60 متر. وبنستهدف إن احنا نخلي المتوسط موحد عبارة عن وحدة سكنية من 60 ل 65 متر، أوضتين وصالة وحمام ومطبخ. تكفي للأسرة. تكفي للأسرة مكونة من 3 لـ5 أفراد. تمام. احنا النهارده وصلنا في قرية التبنات لمرحلة زي ما حضرتك شايفة. تمام. عملنا استكمال المباني وعملنا الأسقف وعملنا صبة خرسانية فوق السقف. تمام. بنسترعي برضو فيها زي ما احنا شايفين كده عمل ميول، لأن احنا في قرى ظهير صحراوي والأمطار برضو هنا بتبقى شديدة، فبرضو بنراعي الجزئية دي. بنعمل له وصلات مية وسباكة زي ما حضرتك شايفة بالكامل، بنغير له عشان المطرة برضو هنا ما تغرقش الدنيا. طيب بنركب له البيبان والشبابيك برضو جديدة. المرحلة الجاية إن شاء الله لو نورتونا هيبقى عندنا المخارة وعندنا السيراميك في الأرضيات والحوائط وعندنا الدهانات الداخلية والخارجية. طب خلينا نقول احنا كده وصلنا لكام في المية تقريبا من رفع كفاءة ال 25 منزل؟ احنا الحمد لله النهاردة تجاوزنا 60-70% من رفع كفاءة المنازل. تمام. ال 40% اللي فاضلين تقريبا في قد ايه؟ لان احنا خلاص داخلين على الشتاء. احنا ان شاء الله بادئين في القرية من 25 يوم. اقل من 25 يوم تاني او 20 يوم بالظبط هتبقى البيوت دي ان شاء الله اتسلمت لاصحابها، وان شاء الله تنورونا وتشوفوا الافتتاح ان شاء الله وتشوفوا حاجه تسركم باذن الله ان شاء الله. طيب حضرتك قلت لي اثناء بحث الحاله بيكون يعني على كذا يعني نطاق، زي مثلا مش بس يكون البيت حالته مترديه او حالته مش كويسه، ولكن بنرعى برضو ان البيت ده ممكن تكون الاولى فيه ارمله او مطلقه. تمام. او كذا. طيب ده برضو يا فندم يعني بنحصر بقى عدد الارامل في القريه هنا، عدد المطلقات، ظروفهم عامله ازاي، اللي عندها بيت اللي ما عندهاش بيت، الكلام ده بيتم ازاي في قريه يمكن خلينا نقول برضو يعني بعيده شويه. تمام. هو كل كيانات التحالف، واحنا احد كيانات التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، بيبقى لينا قاعده بيانات وقاعده قاعديه عريضه. القاعده الجمعيات القاعديه اللي هي مشهوره من خلال التضامن الاجتماعي في كل قريه او في كل نجع موجوده جمعيه قاعديه. الجمعيه القاعديه دي بتديني قاعده بيانات انا بتبقى عارفه بقى الناس اللي في البلد هنا كلها. انا بكمل من خلالها بعمل حصر وببدا استهدف مرحله مرحله. احنا مش بس بنشتغل على اعاده التاهيل، احنا فيه بنعمل رفع كفاءه، بنعمل وصلات مياه برضو ده بالمجان، بنعمل مشروعات تنمويه صغيره برضو لاهالي القريه، بنحاول نعمل تنميه شامله. تمام. ازاي الجمعيه او ازاي صاحب البيت او ازاي عم عبد الرحيم اللي احنا عند بيته ده وصل لنا؟ عن طريق الجمعيه القاعديه اللي في القريه. بعد ما بيطلع على التضامن الاجتماعي وبيجيب استعلام من الشؤون الاجتماعيه ان الراجل ده مستحق لاعاده تاهيله، احنا بننزل وبنعمل عليه بحث وبنقرر ازاي ناخده معانا مرحله اولى او مرحله ثانيه. عندنا الاولويه للمراه، للارمله والمطلقه، وبعد كده اللي هم ايه ذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي الهمم زي ما احنا بنسميهم. تمام. تمام. بعد كده بناخد محدودي الدخل في اقرب عمل. طيب استاذ ضياء خلينا برضو يعني نسال سؤال مهم جدا، على ما يخلص البيوت او على ما البيوت دي يتم رفع كفاءتها بالشكل المرجو، الناس دي بتقعد فين؟ هم كلهم زي ما حضرتك شايفه، احنا عندنا برضو هنا الطابع الريفي والطابع القبلي. فهو بيقعد او عند اخوه او عند اي حد. انا برضو مش بكمل فتره كبيره، انا من تاريخ ما بقول له فضي البيت، انا اقصى حاجه شهرين للقريه. الفرحه بالحاجه اللي بتتعمل له في البيت هتخليه مش هيشعر باي حاجه من ده كله. النهارده هو كان ساكن في بيت بالبوص بالمطره، لو حضرتك جيت هنا اول امبارح البيوت اللي هي بالبوص المطره اللي ما بتنزل بتغرقهم. صحيح. الحمد لله وربنا من عليه طبعا بجهود التحالف وجهود الدوله، توجيهات السيد الرئيس برضو قبلنا كلنا، ان احنا وفرنا له سقف امن جدا وسقف يتحمل. على فكره اللي بيشرف على الشغل هنا مش احنا بس، في اداره هندسيه بتشرف على الشغل هنا. في مسافات معينه لتركيب العروق وتركيب الالواح
على في سهل. متخصصين بتستعينوا بيهم طبعا، العمال والناس احنا اللي انا عندنا في شايفها. جمعية الأورمان إدارة هندسية هي اللي بتشرف معانا على الشغل. تمام تمام، انا برضو البيت اللي انا ببنيه ده وارد ان هو يطلع، وارد ان هو يبني دور تاني، براعي برضو الابعاد بتاع المسافات بتاعتي، السباكه بتاعتي بتكون معموله ازاي، الكهرباء نستخدم انواع معينه وسلوك معينه، مش بنجيب اي سباكه، في كراسه شروط موجوده للخامات اللي بتيجي لصاحب البيت كويس. حتى السيراميك لما بنختاره لا نقل عن الفرز الاول اللي هو او التاني، بنراعي برضو دهانات معينه في تشطيب المنازل سواء من الداخل او من الخارج. كل ما تقوم به جمعية الأورمان من تقديم خدمات لأهالينا في محافظة المنيا أو في أي مكان في ربوع جمهورية مصر العربية، إن شاء الله ده بيقدم بالمجان بنسبة 100% بإذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. وطبعا يعني احنا لسه لينا جوله داخل القريه هنا علشان نطمن على كل اهالينا اللي بيتم رفع كفاءه منازلهم. شكرا ليك يا فندم. شرف لينا يا فندم ونورتي المنيا كلها. مشاهدينا، ولا ننسى ابدا طبعا شباب مصر الرائعين اللي دايما بيتطوعوا ويستقطعوا من مجهودهم ووقتهم علشان يخدموا اهاليهم مهما كانت المسافه بعيده. بنرحب بمحمد ومصطفى من جمعيه الاورمان، اهلا بيكم. اهلا بيك يا محمد. اهلا بحضرتك يا فندم. طيب قول لي بقى النهارده انت بتعمل ايه ومتواجد هنا بقالك قد ايه؟ النهارده يعتبر انا متواجد في القريه بقالي شهر. عملنا دراسة للقرية. انت مش من هنا، مش من القرية؟ لا لا. عملنا دراسة للقرية كاملة، وعملنا الأسر الأولى بالرعاية، عملنا دراسة ليها، خرجنا الفئة الأولى والفئة الثانية بالنسبة ليها، ودورنا على المنازل الأكثر احتياجا. ايه الفئة الأولى بقى والفئة الثانية؟ اللي هم الفئة المستحقة بالنسبة ليهم من الأرامل والمطلقات ومحدود الدخل. تمام تمام. وذوي الهمم دي يعتبر الفئة الرئيسية المستحقة ليهم كويس، اللي احنا بنستخدم عليهم من التحالف الوطني، اللي احنا بنعملها عملية دراسة وما نعملها عادة هيكل بنية أساسية بالنسبة لها، زي الموجود في القرية، إعادة تأهيل المنازل، بنركب لها، بنعمل حياة كريمة ليها، نركب سباكة، سيراميك، تعريش المنزل. موجود معاهم بتتابع كل ده؟ بنتابع بالنسبة للمتابعة مستمرة بالنسبة مع الناس بقى، مع صاحب البيت بيبقى مثلا محتاج حاجة زيادة، عايز يركب مش عارف ايه، بشوف ايه المتطلبات ليه، ايه اللي محتاجه، ايه اللي ناقصه. كمان بنشارك فيه بساعات توزيعات مواد غذائيه، توزيع لحوم، توزيع لو عايزين كراتين. حاجه ثانيه بقى غير البيت، لو عايزين حاجه ثانيه جانب اعاده التاهيل للمنازل. طيب نشوف مصطفى. ازيك يا مصطفى؟ الله يخليك يا فندم. قول لي بقى لك قد ايه هنا؟ بقى لي شهر برضه مع بعض. مع بعض. طيب قول لي بقى انت يعني بتتفاهم مع الناس هنا ازاي، بتتكلموا مع بعض ازاي، بتدخل عليهم، يعني احكي لنا كده المشوار اللي انت بتاخده. بنخش عليهم كأن انت شخص من بيتنا برضه نفسنا، يعني بكل ادب واحترام، وكل واحد بمعاملته الادب واحترام، وهنا الناس يعني كأدب واحترام، الناس ناس حلوه يعني، مساعدات الناس يعني هنا جميله وكريمه جدا، وحاسين كلهم يعني حابين بعض. فانتوا يعني بتتعاملوا بقى معاهم بنتعامل ازاي؟ معاهم برضو باحترامهم وادابهم على ارض الاحترام بتاعهم، والدنيا الحمد لله تمام يعني، مش منقصر معاهم في اي حاجه خالص. طيب في طلبات مثلا، اي حاجه مثلا بتبقى زياده، في ناس بتبقى مثلا عندها ظروف مختلفه شويه، بنتعامل معاها ازاي؟ من ساعتهم بنودي لهم حياتهم لحد البيت عشان برضو الوضع الخاص تبعهم، مثلا لو في ذوي احتياجات خاصة، في مثلا حد ما يقدرش يشتغل، حد كبير في السن، بنوجب له الصنايعي بتاعه بالعامل بتاعه، صاحب البيت ما بيعملش أي حاجة خالص، كل أدوات الصنعة بنجيبها معاه. طيب كويس قوي. بعد كده بقى هم لما بيحبوا يتواصلوا معاكم بيلاقوكوا بسهولة؟ متواصلين، بنسيب رقم تليفوناتنا معاهم لكل حالة، ومتواصلين معاهم 24 ساعة يعني، قاعدين معاهم في القرية هنا. تمام. يعني حتى بعد ما تخلصوا بتسيبوا مثلا، انتوا بتخلصوا مثلا قريه وبتسيبوها وبترجعوا تاني؟ ايوه، مستلزمات بنرجع لهم يعني، متواصلين معاهم. طيب يعني الخدمه يا مصطفى وخدمه الاهالي والفرحه اللي بتبقى يعني على وجوههم وفي نفسيتهم، فرحة بتفرق جميلة ازاي مع المتطوع؟ فرحه جميله جدا والله، والناس مبسوطه، واحنا نفسنا بنبقى مبسوطين طالما هم مبسوطين معانا يعني، والدنيا حلوه الحمد لله.
مشاهدينا تعالوا بقى نشوف مع بعض ونشهد أعمال تطوير المنازل النهاردة، ونتكلم مع أصحاب المنازل ونشوف قد إيه فرحتهم بالتطوير. سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف عليك هدى محمد عبد المجيد. عاملة إيه هدى؟ الحمد لله كويسة. كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. قولي لي بقى هدى، إيه الموضوع كده من الأول؟ أنا شايفة ما شاء الله ابتدينا التظبيط أهو على أعلى مستوى. إن شاء الله. إحنا كنا قاعدين في الأول، كنا البيت كان عاجده بالبوس وبالجريد وكده، والمطر كانت بتنزل علينا. قدمت في الجمعية اللي في البلد هنا وفي الشؤون، ويوم بعد كده جمعية الأرمان شافونا كانوا قاعدين تحت السقف، وبسم الله ما شاء الله شالوا لنا السقف وحطوا لنا سقف تاني وعقدوا لنا فقير، وركبوا السباكه وال ركبوا لك والكهرباء هم بسم الله ما شاء الله ما يركبوا في البيبان، وبعد كده هيمحرونا ويركبوا لنا البلاط ويشطبوا لنا عليهم بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طب قولي لي بقى، انت وصلتي للجمعيه ازاي وردوا عليكي في قد ايه لما قدمتي؟ يعني انا هنا الجمعيه تبع القريه بتاعتنا، ورحت قدمت فيها وقالوا لي روحي الشؤون واعملي بحث. عملت البحث وجبته لهم وقدمته لهم، ودوه الجمعيه وجام هنا شافوا منظر البيت واحنا قاعدين فيه، قالوا هنيجي نعمله لك ان شاء الله ومجام ان شاء الله. طب قولي لي بقى، عدد الاسره هنا اسرتك اللي عايشه في البيت قد ايه؟ انا كنت قاعده مع امي وابويا، وانا بعد ما اتطلقت باولادي جيت قعدت معاهم هنا، واخواتي بعد ما لقوني قعدت هنا راحوا عزلوا قعدوا برانا، وانا ما زلت قاعده مع ابويا وامي باولادي. ولادك قد ايه؟ ولد وبنت. عندهم كم سنه؟ اميره في سنه 5 ابتدائي ويوسف في سنه 4 ابتدائي. ربنا يخليهم ان شاء الله. ان شاء الله كده، وتاخدي بالك منهم ويتعلموا. انا مبسوطه جدا النهارده بشكل البيت، ولسه بقى عايزينك تعزمينا في البيت لما يبقى حلو بقى ونفرش وكده. ان شاء الله ان شاء الله. الحمد لله بقى الدنيا ظبطت قبل دخله الشتاء، احنا في دخله الشتاء اهو الحمد لله. ايوه الحمد لله. اليوم قبل الشتاء كانت المطر بتنزل علينا وكانت بتخرب الدنيا هنا واحنا قاعدين، والله الحمد لله. الحمد لله. بلدنا جميل. جميلة. تحيا بلدنا. ويحيا. عم عبد الرحيم وأسرته كانوا الحقيقة من المستفيدين النهاردة من التحالف الوطني ومجهوداته في رفع كفاءة منزلهم. ازيك يا عم عبد الرحيم؟ ازي حضرتك يا فندم؟ مبروك على البيت الجديد. الله يبارك فيك. خلصوا بقى فاضل لك قد ايه؟ يعني ان شاء الله بتاع 20 يوم كده ولا شهر ان شاء الله ويخلصونا ونشكرهم. والله يعني احنا كنا قاعدين تحت البوص وكنا كانت ايه اكبر معاناة بقى وايه اكتر مشكلة كنتوا بتعانوا منها انت وأسرتك؟ اكتر حاجه كنا بنعاني منها النطر الشديده اللي عدت اللي فاتت ديت. لما اخذ جبنا الترابيزه هنا في الاوضه وحطيناها وحطينا فوقها مشمع ونمنا تحتها احنا الثمانيه من النطره، وبرضه بقت تخش لنا تحت الترابيزه. يعني والله العظيم والله العظيم ده حصل حقيقي. ونشكر. طب وقدمت بقى وقول لي بقى، قول لي المرحله دي كانت عامله ازاي؟ كانت مرحله صعبه برضه، واحنا رحنا يعني سالنا اكتر من واحد وقالوا لنا تعمل بحث وتقدمه كده، والتحالف الوطني ان شاء الله قبل البيت وجيت اتفرج وعمله لكم على طول. جمنا على طول والله، دوق ما قدمنا حقيقي يعني عملنا بحث وقدمناه، وجموا الناس شافوا البيت وقالوا ان شاء الله هنعمله لك، وجم على طول ما كملوش حاجه. وحتى الناس اللي معانا برضو اللي شغاله هنا ناس 10 على 10، ونشكرها والله، ونشكر الرئيس والله العظيم حقيقي. يعني احنا كنا حقيقي قبل كده كنا منعاني تعاني يعني غير عادي، لان انا معايا 8 عيال وانا وامهم 8. والله العظيم ساعه النضره الشديده دي اني نمنا تحت الترابيزه. طيب الحمد لله. انت شغال ايه يا عم عبد الرحيم؟ انا فلاح شغال يوميات كده باللجره على الله، ومعايا 8 عيال. نشكرهم ونشكر الرئيس والله العظيم، يعني احنا عاجزين عن الشكر والله. عملوه معانا يعني مش قليل والله، احنا لو قعدنا عمرنا كله ما هنعرف نعمل حاجه من اللي عملوه. لا ان شاء الله كده يبقى البيت فتحت خير عليك. وازيك عامله ايه؟ الحمد لله. بارك ايه، مبسوطه بالبيت الجديد؟ ايوه الحمد لله. هتعملي ايه بقى احكي لي بعد كده؟ هتعملي ايه، تفرشي البيت بقى وتعملي ايه لما
خلص. يرضى ربنا وربنا يمنا كده نعملنا البيت ونعمل اي حاجه يعني نفرش فيه، يعني نفسنا تتفتح ان نعمل اي حاجه فيه. نيجي نزورك بقى في البيت الجديد. ماشي ان شاء الله. طيبين الف مبروك. والله نشكركم يعني ونشكر اي حد يعني وقف معانا وصدق ان هيجي يعملنا يعني عملوا البيت يعني مشكرهم كلهم والله، والريس متشكر والله العظيم. احنا قعدنا 100 سنه ما كانش هنعمل عشان معانا 6 عيال ما كناش والله العظيم سواء مش بنلاقي حتى ده، بس والله الحمد لله يعني ان كنطه ما تنزل علينا والحمد لله يعني نعمه من عند ربنا والشكر يعني بفضل الريس والحمد لله يعني. والله احنا حتى كمان معانا بنت والله على يعني وش على الجواز يعني، بس ربنا يعني بفضلكم انتوا بفضل الريس افرحي بيها. ماشي ان شاء الله يا رب. ماشي اعزمونا على الفرح. اسمها ايه العروسه؟ فاطمه. فاطمه اسم جميل. الف مبروك. الله يبارك فيك. شاكرين والله شاكرين جدا يعني. احنا بنشكركم مبسوطين ان انتوا اتبسطتوا. والله احنا مبسوطين واول مره تبقى يعني البهت على وشنا كده والفرحه حقيقي يعني دي دايما مع بعض ودايما كلنا مع بعض. صغيره كانت لما تقول يا رب يتعمل البيت. انا والله العظيم كانت اسمك ايه؟ ولا مليون مره وهي تقول يا رب اعملوا لنا بيت يا رب اعملوا لنا بيت. مش عارفه تقول اسمك ايه؟ روضه. روضه هي وجاله توام الاثنين دول. لما تنفض لود لو مؤاخذه كانت مخرمه وكان السجعه ما تخش علينا من كل حته وكنت والدهم كانت السجعه يعني صعبه جو خالص يعني. خلاص بقى انسي بقى انسي بقى. الحمد لله نحمد ونشكر فضل يا رب والريس شكر للريس. الجهات اللي وقفت معانا نشكرها والله يعني احنا مش عارفين نشكرهم كيف. مشاهدينا ولسه بنتجول مع بعض علشان نشوف ال 25 منزل اللي بيتم رفع كفاءتهم وازاي اهل بلدنا استفادوا منهم. نتعرف عليكي. نجاح مؤمن نوفل. نجاح ازاي؟ الله يسلمك. عامله ايه؟ الحمد لله. مبروك على البيت الجديد. الله يبارك فيك. قولي لي بقى ايه اللي حصل، احكي لنا كده ايه الموضوع من الاول خالص، البيت كان عامل ازاي وبقينا فين واحكي لي. البيت كان ببوص وجينا عملنا بحث اجتماعي ودنا للجمعيه والجمعيه وصلتنا لجمعيه تانية وهم جايين هم تعدلوا لنا البيت. طيب بقى لكم قد ايه بقى بتعدلوا؟ بقى لنا ده 15 يوم. طب كويس الدنيا ماشيه حلو. ايوه. عملوا لك ايه بقى احكي لي، الناس العمال جم عملوا لك ايه هنا؟ هم تحطوا السباكه وعملوا الكهرباء وحطوا السقف فوق وهم لسه ما يعدلوا فيه. كان اكبر مشكله عندك ايه ايام البيت القديم يا نجاح؟ كانت لما تنزل علينا النطره من فوق والتراب. التراب والمطر. ايوه تمام. لا الحمد لله خلاص ما فيش الكلام ده، الحمد لله احنا داخلين يعني على الشتاء ما فيش بقى الحاجات دي تاني. ايوه ما بعد ما حطوا الجماعه الخشب ما فيش حاجه باذن الله. البيت كم اوضه بقى يا نجاة؟ البيت اوضتين وحمام ومطبخ. طيب كويس زي الفل. ولادك بقى اسمك ايه حلو؟ غاده. ايه؟ غاده. مش سامعه. غاده. رغده؟ غاده. غاده ازيك يا غاده؟ حلوه. عندك حلوه؟ عندك كام سنه؟ 10 سنين. طب وانت في سنه كام؟ رابعة. وشاطرة ولا مش قوي؟ شاطرة في ايه طيب؟ ايه اكتر مادة شاطرة فيها ايه؟ القرآن. القرآن ما شاء الله. اسمك ايه حبيبي؟ اسلام عمر. ايه اسلام عندك كام سنة؟ 14. 14 واخبار المدرسة ايه؟ عامل ايه في الدراسة؟ يعني طب بسلامتك انت عامل ايه؟ عملت ايه؟ عملت رجلك عاملة كده ليه؟ من الكورة. من الكورة؟ طب انت عايز تطلع تلعب كورة لما تكبر بقى ولا عايز تعمل ايه؟ ايوه. ما تستسلمش، لما تخف العب كره تاني. ماشي. عايز تبقى زي مين؟ اي حد. لا مين بقى عايز تبقى زي مين في الكوره؟ الشناوي. طيب نجاح في النهايه بقى عايزه تقولي ايه للتحالف وعايزه تقولي ايه للريس؟ عاوزين نشكر التحالف المصري ونشكر الريس. الحقيقه الجوله هنا تحت مظله التحالف الوطني وجمعيه الاورمان في رفع كفاءه ال 25 منزل، جوله ممتعه ورائعه، الجميع هنا مبسوط والجميع هنا راضي والحقيقه اجواء في منتهى الروعه. خلينا نعرف بقى قصه جديده من هناء. زيك. الله يسلمك. عامله ايه؟ الحمد لله يا عم. كويسه؟ كويسه الحمد لله. مبروك على البيت الجديد. الله يبارك فيكم. ايه بقى كان ايه الدنيا قبل كده؟ والله الدنيا قبل كده كان البيت بالسطح بوص وكان جوزي تعبان وكنت لما المطر ما ينزل عليا ما اشيل جوزي وامشي في بيت في اي بيت بالصبه
عشان اقدر احمي ولادي واحمي جوزي اللي كان مريض. وانقل انت بتشيلي جوزك وولاد لما الدنيا بتمطر توديه مكان تاني امن. ايوه امن ان في صب عشان خاطر المطر كان ما ينزل النطر تغرق. ست جميله واصيله ربنا يكرمك. وانا ارمله وجوزي بعد كده افتكر وربنا قلت الحمد لله. يبقى جم ولاد الحلال اللي دلونا على الجمعيه الخيريه وقالوا لي تعال احنا هنعدل لك بيتك بعد جوزي ما مات. وكتر الف 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 خيرهم وندعي للرئيس اللي هو نزل لنا الحاجات دي ومتعنا ولمع لنا الميه ولمع لنا الحاجات الحلوه. الحمد لله. وبعت لنا الناس الحلوه اللي هي تقف جارنا. انت الجميل. والله انتوا اللي عسل وانتوا اللي ربنا نحمد ربنا ويجعلكم في كل خطوه سلامه ويجعلكم في كل طريق رفيق ويجعلكم يا رب يجعل في ميزان حسناتكم كلكم يا رب. احنا بعد الدعوات الحلوه دي مش عايزين حاجه خالص. الله يجعلكم كل خطوه سلامه يا رب. اللي وقفتوا جنب الغلابه اللي جارنا معايا اربع بنات، بنت ما تشتغل ب 60 جنيه ما تصرفها عليا، والاربعه هم والثلاثه هم معايا. معايا ربنا يحفظهم يا رب. يا رب يا رب افرحي بيهم ويحافظ عليكم يا رب ويجعلكم في كل خطوه سلامه يا رب. شكرا. وقفتوا جار الناس الغلابه اللي جارنا وتغطونا وتسطرونا وتعدلونا كلنا مع بعض وكلنا مع بعض مفيش حد لوحده. كل خطوه سلامه يا رب ويجعلها ويسترها عليكم من ما تلفتوا بوشكم. اللي وقفتوا جار الناس الغلابه اللي جار. الله يخليك شكرا. عم أحمد عبد المجيد من ذوي الهمم والحقيقة كان ليه الأولوية في المنازل اللي تم رفع كفاءتها. ازيك يا عم أحمد؟ الله يبارك فيك يا أستاذ. عامل إيه؟ تمام؟ كويس الحمد لله. يا حلوة؟ الحمد لله كويس. احكي لي بقى إيه اللي حصل قبل كده وصلنا. الحمد لله يعني كان بيتنا موجود بالفلاج والجريد والفضل لله ثم للناس وأهل الخير وعدلونا البيت والحمد لله. يعني نزلت أول إمبارح النطرة ما نزلتش الميه علينا ولا حاجه الحمد لله. يعني الحمد لله اهل الفضل اهل الخير كده والحمد لله كويسين كلهم يعني وربنا يجازيهم كل خير يعني. طب قول لي الناس جات لك هنا على طول ولا خدنا وقت ولا ايه؟ لا جات الناس جات على طول وناس كويسه وناس لما تدور على الناس الغلابه اللي زينا تعدل لنا البيوت وتعدل البيوت وناس اهل الخير كل كويسين يعني وناس محترمين وناس كويسين يعني. يعني مش محتاج اي حاجه الدنيا عامله ايه؟ البيت حلو فاضل لكم وفاضل ايه بقى؟ خلصت الكهرباء والسباكه ولا لسه؟ ايوه خلصنا الكهرباء والسباكه وفاضل البيبان والمحاره. فاضل البيبان والمحاره بس. ايوه تركب بس البيبان والمحاره وخلاص ان شاء الله ويبقى فتحه خير كده وبيتي الجديد وشه حلو عليك يا عم احمد. الحمد لله ربنا يجازيكم كل خير ان شاء الله كده يعني. طيب قول لي بقى يا عم احمد عايز تقول ايه في النهايه للتحالف وعايز تقول لسياده الرئيس؟ يا سياده الرئيس احنا نشكره كده ونشكر فضله كده وراجل كويس علينا والناس بيدور على الناس الغلابه كده ويعدلها البيوت بتاعتها. الناس بتنزل عليها النطره بالعبش والفلاج عليها من فوق والحمد لله يعني البيت اللي بيعقدوا وبيعدلوا مفيش نطرة بتنزل علينا ولا حاجة بالخشب والحاجات الحلوة يعني. الحمد لله. الحمد لله. معانا بقى الست إخلاص هتحكي لنا عن تجربتها وهتحكي لنا ايه اللي حصل ومجهود التحالف الوطني معاها كان ايه. ازيك يا ست إخلاص؟ اهلا وسهلا يا رب. احنا مبسوطين ان انت جبتينا النهارده في بيتك. انا والله لي الشرف ان انتم موجودين في بيتي والله. احكي لي بقى ايه اللي حصل. اللهم صل على سيدنا محمد. والله انا بيتي ما كانش بالوضع ده خالص. كنت عاملاه بجريد وكنت معدلاه يعني ببوص وكده. كانت النطره ما تنطر عليها ما كناش ما نقعد في البيت والنطره ما تنطر. ايام الشتاء. بالحمد لله. قعدتي قد ايه كده بالبوص والجريد ده؟ حوالي سنتين ثلاث سنين. وقبل كده كنت فين؟ قبل كده انا كنت مع في بيت العيله. ويعني كنت مثلا متجوزه دلوقتي قعدت في بيت استقرت مع جوزي واولادي يعني كده. سبتي بيت العيله وجيتوا بقى في بيت تاني. ايوه البيت اللي هو دي بيتي يعني دلوقتي بيت معايا اربع اولاد. وكان وضعه كنت اما النطر تنطر كنا مثلا اي جيران حوالينا جنبنا كده مصبين ولا حاجه نروح نقعد لحد ما النطر تبطل. فجرينا سمعنا ان في جمعيه خيريه ما تعدل البيوت وكده يعني مع قالوا سياده الرئيس عامل حياه كريمه جمعيه حياه كريمه والاورمان التحالف كله بقى في خدمته. ايوه فسعينا ولقينا اتفع منا الجمعيه الخيريه اللي هي في البلد وراحوا طلبوا منا ان احنا نعمل لهم ورق من الشؤون وكده وجم ناس هنا برضه والله يسمح لهم. طب الحمد لله والدنيا حلوه؟ وضعوا وشافونا وشافوا حالتنا فجم شافوا الدنيا وصوروا وشافونا وشافوا وضعنا
فبإذن الله ربنا وقف معانا والحمد لله رب العالمين. الله يحميك ويحفظ عن سيادة الرئيس وعن جمعية الأرمان، والله ما له الحمد وله الشكر. جم وسعم على طول لما شافوا الحالة وفقرب فرصة الحمد لله زي ما انت شايفة كده هما في بداية الشغل ما شاء الله. لا ده المقربين يخلصوا ويخلصوا. أي والله صبونا صبة حلوة فوق جميلة، نطرت أول امبارح. إيه رأيك بقى؟ بسم الله ما شاء الله، الله يسمح لهم، الله يبارك فيهم، الله يكتب فيه شر الوحش كل من ساهم في الوقف دي مثلا، وكل حاجة يعني حلوة ربنا يصلح حالكم. الحمد لله الحمد لله. وقولي لي بقى بنتك عايزة، أنت في سنة كام؟ تانية. إيه؟ ابتدائي. طب أنت زعلانة ليه؟ اضحكي. قولي لي بقى عايزة تبقي إيه لما تكبر؟ ها؟ عايزه تبقي ايه؟ عايزه تبقي تشتغلي ايه لما تكبري؟ عايزه دكتوره. تبقي دكتوره؟ طب شدي حيلك بقى، ذاكري حلو. قولي ماشي ماشي. طب قولي لي يا اخلاص، قولي لي بقى في النهايه عايزه تقولي ايه بقى للتحالف النهارده ولسياده الرئيس؟ الحقيقه هو مش بنسيب او يعني التحالف طبعا تحت توصيات سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال ما نسيبش ولا مواطن كده محتاج حاجه ولا مواطن يكون لوحده. عايزه تقول لهم ايه؟ عايزه اقول له والله يحميك يا سياده الرئيس، والله انت من ساعه ما وقفت معانا وقفت معانا في حياه كريمه، وقفت معانا في حاجات كتيره قوي، وقفت معانا في تعليم اولادنا، في حياه كريمه بالنسبه لتكافل وكرامه. القبض بتاعنا تكافل وكرامه الحمد لله. تاخدي قبض من تكافل وكرامه؟ ايوه الحمد لله زي الفل. ربنا وقف معانا والله الحمد لله، مش مقصر معانا والله بالنسبة لأي حاجة، والله في التعليم الأولاد ما يستلموا الكتب والله الحمد لله بما فيش وكل حاجة الحمد لله، والله مساهم معانا بحاجات كتيرة والله الحمد لله. أنت تستاهلي كل خير وكلنا مع بعض دايما يا أخي. لا والله كلنا إيد واحدة وكلنا تحيا مصر، ربنا يحوش عنكم المرض ويصلح حالكم، والله انتوا طول ما انتوا واقفين معانا والله الدنيا بخير. ربنا يخليك. الله شكرا. عم شهير ازاي؟ الله يبارك فيك يا ست. الله اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله رب العالمين بخير. تمام اخبار بيت الجديد ايه؟ والله زي الفل، حاجه اسعدت الناس كلها وخير زياده وتمام التمام وميت فل و14 تمام والله. اكتر حاجه كانت مضايقاك في البيت القديم ايه؟ النطره كانت بتنزل وكنا بنفوت البيت ونقعد باليومين بره وكده احنا والعيال وتنزل نطره جديده، لكن دلوقتي تمام التمام سطر من ربنا وكنا طالبين من السطر والحمد لله الساتر من عند الله. الحمد لله عشان انتوا ناس جميله وتستاهلوا كل خير. الله يبارك فيك يا فندم، الله يخليك. ده من حضر انتوا اهل الكرم تمام علينا والله. ربنا يخليك. والله تمام الحمد لله. قول لي يا عم شهير، عايز تقول ايه النهارده للتحالف وعايز تقول ايه لسياده الرئيس؟ انا بشكر التحالف الوطني والخدمه الانسانيه الحلوه دي بالسطره للناس كلها، واشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي كل الشكر. تمام التمام. شكرا ليك، واحنا دايما كده بلدنا جميله وبلدنا قويه وكلنا ايد واحده وكلنا مع بعض. تمام يا فندم والله، اللهم صل على النبي خير في كل الدنيا وانجازات جميله وامن وامان وتمام التمام وزي الفل الحمد لله. تحيا بلدنا مصر. تحيا مصر الجميله طول العمر. ربنا يخليك. الله يبارك فيك يا فندم. وفي نهاية الحلقة بنذكر حضراتكم أنكم تقدروا تبعتوا لنا على رقم البرنامج الظاهر أمامكم على الشاشة، الرقم هو 012-11-070-884. ابعتوا لنا كل استفساراتكم ومطالبكم وإن شاء الله نوصلها للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وقطعا هيستجيبوا لها في أسرع وقت. بشكر حضراتكم مشاهدينا على طيب المتابعة وإلى اللقاء. بجد واحلى ما فينا مصريين، عيون الكل مليانة لسنين وسنين، وطول ما رضانا جوانا خلاص ده أمين، وعايشينها لبعضينا عشان في رباط ليوم الدين. يا
يا عين يا عين علينا بجد واحلى ما فينا مصريين عيون الكل مليانه لسنين وسنين وطول ما رضانا جوانا خلاص تأمين وعايشينها لبعضينا عشان خربت ليوم تلاقي الدنيا ليها معنى عشان عالحب طبعنا وواخدين الحياة مشاركة تحالف وطني جمعنا في بركة في زاد وزوادة المصري سكر زيادة فعز الشدة والمحنة رقبتي لأخويا سدادة تلاقي الدنيا ليها معنى عشان عالحب طبعنا واخدين الحياة مشاركة تحالف وطني جمعنا في بركة في زاد وزوادة المصري سكر زيادة فعز الشدة والمحنة رقبتي لأخويا سدادة أهلنا الكرام تحية واجبة إلى أهل سعيد مصر الشمس نوري على الأرض الطيبين يا نيل اجري بالخير ليوم الدين بارك يا رب في أرضها واحفظها يا رب العالمين احنا مبسوطين النهاردة دي يا شمس نوري على الأرض الطيبين يا نيل اجري بالخير ليوم الدين